اهلا وسهلا، صباح الخير ساره وصباح الخير عبد الله. بالفعل انا اليوم بتواجد في احد الاماكن اللي بتقدم الخدمه الكامله للحيوانات الاليفه. صراحه يعني بحاول ان انا اكون ثابته طول الوقت لانه في اشياء بتطير وفي اشياء بتعدي جنبي، فنحاول نحن اليوم نعيش التجربه في هذا المكان. كيف ملاك الحيوانات الاليفه لهم مكان كامل مو ليهم هم، للحيوانات الاليفه؟ يعني احنا بنتكلم عن فندق، عن مستشفى، عن ستور متكامل، عن مكان خاص للعناية، فحنعرف أكثر معلومات عنهم. وححاول إنه أنا يعني أكون بعض العلاقات مع حيواناتهم الأليفة. تنضم إلينا أفنان قشاري، أهلا وسهلا بك يا أفنان، صباح الخير نورتينا. طبعا أفنان ما هي طالعة لحالها، أتوقع إنه شايفين أفنان طالعة هي وحيوانها الأليف. أفنان، في البداية نبغى نسمع أكثر عن ذا المكان، ليش أنتوا متميزين وغير عن البقية اللي بيقدموا خدمات للحيوانات الأليفة؟ في البدء شركة International Animal Care بتهتم جدا بالحيوان الأليف، وبنفس الوقت بتهتم بالعملاء. فمثلا حتلاقي أنه عندنا حيكون إحنا موفرين لك كل حاجة أنت تحتاجيها لصديقك الأليف، منها من grooming لخدمات فندقة لمستشفى which is new، لأنه عادة بيكون في عيادات بيطرية لكن عندنا بتكون في مستشفى بيطرية. بالإضافة إلى أنه الحيوانات عندنا بتتعامل بطريقة معينة، يعني مثلا الحيوانات اللي بتكون في الفندق بناخدها مثلا ساعة كاملة لنزهة، كل حيوان بيكون له ساعة معينة، بيكون لهم مثلا لما تيجي تختاري الستاي حقتهم بتختاري مثلا فيش فيو أو سي فيو. بالإضافة يعني تقريبا ما حيفرق على الفنادق اللي احنا بنروحها، حتى هم حتكون عندهم نفس الخدمات. ليه احنا بنحتاج أو ليه ملاك الحيوانات الأليفة حيحتاجوا مثل هذه الخدمات؟ في البدء هحتاج اقول لك انه في بوند معينه بتنشا بين المالك وبين الصديق الاليف، فبتحسي انه انت لازم توفري له الاشياء هذه. لو مثلا انت مسافره في بينك وبين صديقك الاليف بوند معينه، هتحتاجي تحس انه هو بامان، هتحتاجي تحس انه هو بيتلقى الرعايه الكامله، فتحتاجي تحطيه في مكان انت تكوني مطمنه 100% انه هو هناك. فهذا الإحساس بالأمان اللي إحنا حابين نوفره لعملائنا. لو جينا نتكلم عن كورونا، هل زادت نسبة اقتناء الحيوانات الأليفة في هذه الفترة؟ الفترة اللي كانوا الناس موجودين فيها بمنازلهم يحتاجوا فعاليات أكثر داخل المنزل. صحيح، زادت بنسبة 80%. هذا الشيء بسبب إنه الناس بدأوا يحتاجوا البيت كومبانيونز، إنه يكون رفيق معاهم، بيحتاجوا مثلاً يحسوا بوجود كائن بيحس بمشاعرهم، بيكون مرافقهم طوال الرحلة هذه. بصراحة هذا الشيء كمان زاد الوعي. حلو، يعطيك العافية، شكرا أفنان. يعني أنا من أول بحاول إنه أنا أكون صديقة صديقك، لكن الوضع شوية صعب، فأنا حكتفي إنه أنا أتفرج عليه بس. يعطيك العافية أفنان، وبإذن الله نوعدكم بجولة كاملة في هذا المكان سارة وعبد الله، لأنه أكيد هذا اللقاء ما كان يكفي. يعطيك العافية غدير، وإن شاء الله في انتظار هذه الجولة. شكرا غدير.